مرحبا بك، حلقة جديدة في المحقق على اليوتيوب والمحقق بلوس على التطبيق. حلقة من أشهر القضايا العالمية، حلقة الحقيقة باش تهزنا نشوفوا وقتلي العناصر الأمنية، وقتلي الباحث، وقتلي القاضي يعمل دوره كما ينبغي في القضايا، وقتلي الأبحاث توصل إلى معطيات عمره ما كنا النجم نوصلولها من غير إصرار المحققين على الوصول لنتائج في الحادثة اللي قدامهم. جريمة مثيرة بتفاصيل استثنائية، نقترح عليك أنك تشوفها معايا اليوم. جريمة باش تهزنا لفرنسا، باش تهزنا لباريس، لفيرساي، وباش تهزنا الوحدة من أكبر الغابات في العاصمة الفرنسية. قبل ما نجيو للتفاصيل، ما تنساش تشترك معنا في قناة المحقق باش يجيك كل جديد من الحكايات والفيديوهات اللي ننشروها. مرحبا بك في حلقة جديدة من أشهر القضايا العالمية. إذن حكايتنا لليوم تبدأ نهار 26 فيفري 2012 في الليل، قرابة 11 متاع الليل. تليفون باش يجي الرقم 17، رقم 17 17 في فرنسا هو رقم لورجانس، هو رقم النجدة اللي تم الاتصال به. تليفون من عند راجل يطلب النجدة، يتكلم بسيف وقاعد يقول اللي هو تعرض إلى طلق ناري مضروب بالكرتوش في وسط غابة، والكرهبة متاعه شعلوا فيها النار. مباشرة باش يتم التعاطي مع هذا الاتصال، الرقم 17 باش يرسل على الفور دورية إلى هالغابة هذه اللي تجي في باريس. تمشي الدورية من الأول، البلاصة اللي نعتوهم عليها ما لقوهاش بالضبط، قاعدوا يدوروا تقريبا 15 دقيقة باش تمكنوا من أنهم يوصلوا لهالبلاصة، خطرها جاية في دخلة في وسط الغابة، دخلة تهز الباركينج صغير في وسط هالغابة. الباركينج هذا شوفوا معايا، في البلاصة هذه بالضبط باش تتلقى إذن السيارة اللي شاعلة فيها النار. أول ما بش يشوفوها بش تشوفها الدورية، كرهبة معناها النار تاكل فيها ماكلة، وبش يلقاو وراء الكرهبة على بعد أمتار منها فما راجل طايح على كتفه اليمين وقاعد إن ويتوجع. هذا هو السيد اللي اتصل بالرقم 17 وبش يقدم روحه للمحققين. قدم لكم السيد فرانسوا دارسي. فرانسوا دارسي مترو 99، 150 كيلو، عمره 45 سنة. السيد هذا قاعد يقول للعناصر الأمنية أنه في الكرهبة فما مرته. ويني مرتو؟ يمشيوا مباشرة للسيارة يحاولوا يقربوا منها خطر اللهب كبير، ومازالوا ما كلموش الحماية، مازالت ما وصلتش الحماية باش تطفي هذه السيارة. قاعدين يشوفوا البوليسية ملي بلي نجموا، قاعدين يشوفوا في جثة أو ما تبقى من الجثة موجودة في الكرسي اللي بحذا السائق، كرسي متاع الكرهبة لودي اللي كان يسوق فيها فرانسوا. ما نجموش يعرفوا مرأة ولا راجل خطرها الحقيقة اللي قاعدين يشوفوا فيها جسد بلاش راس. باش يستناو حتى تجي
المطافي باش تطفي هالحريقة باش يتمكنوا من أنهم يشوفوا هذه الجثة، يشوفوا هذه السيدة أو ما تبقى منها الحقيقة، باش يلقاو جثة بلا رأس، باش يلقاو تقريبا بقى منها جذع، كان نجم نقول 97 سنتيمتر بالضبط، باش يقول تقرير الطب الشرعي هو اللي بقى من حجم هذه السيدة. ولكن باش يلقاو شوية من دبشة أو كما تشوف في الصورة في شنو اللي لقاو، باش يلقاو شوية من الأوراق، باش يلقاو الساك متاحة اللي كانت هزتو اللي تبقى منه، اللي باش يلقاو فيها الهوية متاحة وما يؤكد أنها هي فعلا مدام سيلفي دارسي زوجة فرانسوا دارسي. سيلفي دارسي مديرة إطار في شركة أورانج للاتصالات في فرنسا. تقرير الطب الشرعي باش يقول أنها توفيت في هذه السيارة، أن راسها ما فماش، لكن اللي كان ملفت في هذا التقرير أنه باش يقول اللي هي ما توفيتش نتيجة النار أو الاختناق بالدخان. في رواريها ما لقاوش الآثار متاع الاختناق بالدخان، بالتالي الطبيب الشرعي باش يعمل فرضية، بما أنه ما لقيناش الرأس ربما تكون ماتت بطلق ناري، ثم بعد ذلك الرأس اختفى بسبب هالطلق هذايا الناري وبسبب النار اللي كليته. لكن هالفرضية باش تقعد معيبة أو منقوصة. علاش؟ خاطر باهي داكوردو الرأس ضربته الكارتوشة وكليته النار، والكارتوشة ويني؟ كارتوشة ويني؟ كارتوشة عمرهم ما هم باش يلقاوها. دونك حطوا معايا لهنا نقطة الاستفهام الأولى في هذه القضية. حادثة مأساوية تصير على هذه العائلة. فرانسوا دارسي يتم نقله مباشرة للمستشفى باش يحطوا له بوليس عند الباب متاع البيت متاعو. علاش؟ خاطره إنسان متعرض إلى طلق ناري، متعرض لطلق بالكرتوش، وبالتالي ربما اللي حب يقتله مازال يفركس عليه. وباش تبدأ الأبحاث شكون اللي حب يقتل هذه العائلة. أول ما فاق أمت من غدوة فرانسوا دارسي باش يبداو يبحثوا معاه المحققين، مسيو دارسي عندك شي أعداء؟ مدام دارسي عندها شي أعداء؟ مش باش يذكر حتى شيء فرانسوا دارسي، ما يتذكرش، ما يجيش البالو أنه عندهم أعداء اللي نجموا يعملوا فيهم اللي عملوه. باهي مالا سي فرانسوا دارسي احكي لنا شنو اللي صار بالضبط قبل الحادثة. وبدأ فرانسوا دارسي يحكي على السويعات الأخيرة، وقبلها حكي لهم على كيفاش وصلوا هما للبلاصة هذيك بالضبط، خاطر هما طلعوا في ويكاند من نهار الجمعة، هما غادي تو احنا نهار لحد في الليل صارت الحادثة، هما من نهار الجمعة غادي مشاو لوتيل اون اموغو، خليو ولادهم الزوز عند اهاليهم ومشاو للوتيل هو ومرتو. عداو نهار الجمعة حكى لهم على البرنامج اللي عملوه، وين مشاو وين جاو وين داروا. عداو نهار السبت مشاو كيف كيف، شويه مساجات وشويه دوليش شويه كذا، نهارت لحد نهارت الحادثه باش يمشيو يتفرجوا في السينما، بعد باش يمشيو يتعشاو، وبعد مروحين من العشاء من هالمطعم هذا باش يتوجهوا للوتيل نتاعهم. هنا باش تصير الحادثه. هيك كيفاش صارت الحادثه سي فرانسوا؟ كيفاش وصلتوا انتوما للباركينج اللي موجود في هالنقبه هذيا في هالغابه؟ ماني انا مروح من المطعم يا اخي، تحسرت يا اخي، باش نقص الماء
يا أخي ما حبيتش نقف في الكياس، دخلت للباركينج، نعرف هنا البلاصة، دونك دخلت درت شوية، دخلت للباركينج، هبطت، بعدت شوية على الكهرباء، نقص في الماء، وما نحس كان بضربة وجعة كبيرة في كتفي اليسار. ما دورت وجهي هكاية، تراهوجت شوية، كي دورت وجهي من الأثر متاع الضربة باش نشوف لو لازير، هكا الضوء هذاك متاعك يبدأ واحد مقمرك بحاجة، فما كيما الضوء يخرج من السلاح هذاك باش نشوف، ولكني ما أنا شفته إلا ما تحت وفقدت الوعي. وقت اللي باش نفيق من بعد، ما نعرفش قديش من بعد، باش نلقى النار لاهبة في الكرهبة. فاتصلت بكم وانتم ما جيتوا. هذه التفاصيل إذن اللي باش يرويها فرانسوا دارسي، واللي باش تقيدها الشرطة. الشرطة اللي لحد الآن ما هيش فاهمة بالضبط شنو اللي صار. علاش؟ على خاطر مباشرة بعد الحادثة باش تنطلق في عملية تمشيط. مشط المكان اللي داير بمكان الحادثة، يلقاو شي آثار هذا المجرم ولا المجرمة اللي حبوا يعملوا يقتلوا الضحايا الاثنين. ما لقاو حتى شيء، لا لقاو آثار تاع كرهبة، لا لقاو آثار في البلاصة اللي قال عليها متاع واحد كان غادي، لا متاع سلاح، لا متاع ظرف، لا متاع كرتوشة، لا متاع حتى شيء. ما لقاو حتى آثار يظهر أنه المجرمة اللي عملوا هذه الجريمة ناس متمكنة جدا من الإجرام. لكن وهما يبحثوا، من جملة النقاط اللي بحثوها طبعا مش يعديوا على تقرير الخبراء، مش يعديوا عليهم الكرتوشة اللي خرجوها من بدن فرانسوا دارسي اللي في كتفه، وصورة الضربة متاعو. وهنا بش يبدأوا يستغربوا. علاش؟ هات نوريك ساعة التصويرة باش تفهم معايا الهدرة هذه بالضبط. هذه إذن الصورة متاع الكرتوشة والبلاصة متاع الكرتوشة في كتف فرانسوا دارسي. الملفت لهنا بالنسبة للتقرير متاع الخبير هما حاجتين. الحاجة الأولى، أغزر معايا مليح للكرتوشة، الكرتوشة تقريبا انتاكت يقولولها، ما هيشي مغفصة، ما هيشي متحولة. عادة وقت اللي يتم اطلاق النار عن بعد كما قال فرانسوا دارسي 20 متر تقريبا، وقت اللي تصدم الكرتوشة المعبية بالذخيرة في جسم فانها تتفطس. هذه الاولى. نتيجة لانها تتفطس، اثنين، وفي اثنين عاود ركز معايا المرة هذه على بلاصة الضربة، بلاصة الكرتوشة في الكتف، اثنين تعمل بلاصة كبيرة، الكرتوشة تخلي نقبة كبيرة في الجسم، أور كما قاعد تشوف هنا ما فماش نقبة كبيرة في الكتف، الضربة بنقبة صغيرة باش تجي الكرتوشة تستقر تقريبا شيرة صدره من غير ما توصل تمثله قلبه، لأنه ستره ربي ولا راهي مست له قلبه. نقطة استفهام الحقيقة بالنسبة للمحققين، يعني كيفاش الراجل يقول أنه تضرب على بعد 20 متر، وتقرير الخبراء يقول الضربة هذه الحقيقة مش ممكن تكون على بعد 20 متر. أولاً باش يقول التقرير الضربة كانت من قريب، وثانياً الكرتوشة ما كانتش معبية بالذخيرة، لو كانت معبية بالذخيرة راهي تفطست، راهو ضرر متاحة كان أكبر بياسر. شي حب يقول هالكلام هذا الكل؟
يحب يقول أنه المحقين والبوليسية باش يبدأوا يشكوا في رواية الضحية فرانسوا دارسي، لكن من غير ما يقولوا له، خطر إلى حد الآن ما قالولوش شنو فما بالضبط في التقرير متاع الكرتوشة متاعه. ولكن اللي عملوه أنهم باش يحلوا الكتاب مليح على فرانسوا دارسي، وباش يلقاو أنه دارسي وسيلفي هو قصة حب بدأت ما بيناتهم من سنة 2000. اتعرفوا على بعضهم عام 2000، هو انجينيور انفورماتيك وهي من وقتها كادر في أورانج. بعد بعامين من اللي تعرفوا على بعضهم باش يعرسوا. في العام الأول بعد العرس باش يجيبوا صغيرهم الأول، 4 سنين من بعد باش يجيبوا صغيرهم الثاني. الأسئلة اللي باش يطرحوها على العائلة باش تقول أنها الحقيقة عائلة من غير برشة مشاكل، ولكن فيها بعض الحاجات اللي تجذب الانتباه. أولاً أنه فرانسوا دارسي ما كانش ياسر مهتم لا بعائلته لا بصغاره، الأم هي اللي كانت هزة الحمل الكل. ثانياً فرانسوا دارسي كان ما يحرم روحه من حتى شيء من التجهيزات اللي تعتبر غالية مقارنة بشهريته. آخر آيفون عنده، آخر أورديناتور عنده، آخر كاميسكوب عنده، آخر موديل متاع كرهبة عجبه عنده. وقت اللي شهريته 1500 أورو، شهرية تعتبر متواضعة جدا في فرنسا، وخاصة متواضعة كي نعرفوا أنه مرته تخلص في حدود 3500 أورو. 3500 أورو يعملوا قرابة 10000 دينار توانسة، كان تحبوا باش نعملوا هكا تقريب، يعني مشهد تقريبي. وأنه فرانسوا دارسي كان يصرف بالتالي من فلوس مرته. الشيء اللي باش يكثر عليها بشوية بشوية وباش يوصلوا إلى درجة أنهم ياخذوا كريديات 80000 أورو باش يلقاو الكريدي اللي عند العائلة. 80000 أورو تقريبا بكلها لصالح فرانسوا دارسي. الشيء اللي باش يخلي سيلفي في الفترة الأخيرة تبدأ تتململ شوية من هذا الموضوع، موضوع الكريديات، خاصة وأنه فرانسوا دارسي ولا يصرف أكثر فأكثر فلوس على غرامه الجديد. ماني ما قلت لكش، ما هو القاولي الغرام متاعه جديد هو القنص. توا مديدة ملي دخل في نادي متاع قنص وما حرم روحه من حتى شيء زاد في أنواع السلاح، شاري سلاح أنواع وأشكال، حتى أنه الغرام متاعه وصلوا مش بركة شري السلاح، وصلوا حتى شري اللازم باش يصنع الذخيرة متاعه وحده، يعمل كرتوشة ويعبيها وحده ويمشي يترينا بها. وهما في هذا البحث على عائلة دارسي، ويجي تليفون للبوليسية من عند فرانسوا دارسي نهارين بعد التحقيق الأول معاه. ماني نسيت باش نقولك سيد المحقق، راني 3 أيام قبل الحادثة عندي سلاح تسرق لي من كرهبتي. كيفاش سي فرانسوا؟ هي ماني مشيت انا للكلوب دو تير يا اخي، هزيت معايا في المال متاع الكرهبه، كرهبتي الاخرى، هزيت معايا زوز كارابينات، هبطت باش نجيب الاوبجيكتيف هذاك اللي قمروا فيه ما متاع 5 مينوت، ما مش أكثر من دريج. كي رجعت للكهرباء نلقى المال مخلوع والسلاح ما فماش، وفيه زادة ذخاير اللي ما فماش. والكهرباء موجودة سي فرانسوا، نجموا نطلعوا عليها؟ أي السيارة موجودة، تنجموا تطلعوا عليها. وهذا اللي باش تعملوا الشرطة،
السيارة اللي نحكيو عليها هي هذه، شوف معاي. السيارة هذه من المال متاحة باش يقول فرانسوا دارسي أنه تسرق له السلاح. لكن البوليسية كيف عارضوا زاد المرة هذه على الخبراء، شفت قديش مهمة خدمة الخبراء والمختصين باش يعرضوا الكرهبة على تقرير لخبير في السيارات باش يقولولو بربي الضغط اللي صار على المال هذايا، هل يمكن من الخلع متاعو؟ هل خلع المال متاع السيارة؟ وشنو باش يقول حسب رايك الخبير؟ الخبير باش يقول ما فما حتى ضغط كافي في اللي عاينو يسمح بأنه المال هذا يتخلع عنوة باش تتهز منه أي حاجة. ما قلتلكش الحاجة الأخرى، شنو السلاح اللي يتهز لسي فرانسوا دارسي؟ كارابين زوز مكحلة كبيرة. وشنو هو السلاح اللي تضرب بيه سي فرانسوا دارسي؟ كارابين. وهنا الشك بدا يكبر ياسر عند المحققين، يظهر انه فرانسوا دارسي ماهوش ضحية، انما فرانسوا دارسي هو مجرم ماكيافيلي، عمل بارشة أفكار جهنمية باش يقوم بجريمة يحب يلصقها في شكون، ولكن في الحقيقة هو صاحب هذه الجريمة. بالنسبة للمحققين الصورة بدأت توضح، فرانسوا دارسي تخلص من مرته وضرب روحه بالكرتوش وشعل النار في الكرهبة وحب يوهم أنه هو ضحية جريمة. هكا باش تقول الشرطة، لكن المحامين متاع فرانسوا دارسي باش يكذبوا كل هذه الرواية نقطة بنقطة. كيفاش؟ شنو عمل بالضبط فرانسوا دارسي؟ هل هو المجرم في هذه القضية ولا مسكين هو ضحية ولقى روحه في هذه الظروف الغريبة؟ هذا نشوفوه في الجزء الثاني من حكايتنا لليلة.